ابويا عامل ايه؟ انت رايحه فين يعني؟ سكتي يعني. يما انا كلش اشتاقت لك. اللي هو انتوا جايين هنا ليه؟ اكتب لي طلب تفريغ جميع الكاميرات الرقميه المتواجده بمحيط مسرح الجريمه. الواد ده بيلعب غش بشوي. انا ماليش في اللف والدوران. انا عراقي قاعده ومستنيك قوي قلقان في حزبه بطبخ شبرماني. مريم احنا وين رايحين؟ هتقعد وسط بناتك ازاي؟ خدتيني. لا لا ماري ده. ناسفين يا خالد على اللي حصل معاك. طب ايه ده؟ ايه ده بس؟ هدي رقم وانا هظبطه لك. بني 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 خالد مين ابيله مؤاخذه مش واخد بالي. صباح القشطه. ماشي هندور عليه وانا هروح منك فين يعني؟ انت حمار يالا؟ هترجع لي وتقول لي انا غبي انا حمار. ما يبقاش ليكي ولا اب ولا ام ولا اخ. بابا طبعا حوصلك بعربيتي. هو مش حصل قدام عينيك او احجز طياره سافر لمصر؟ يبقى حصل وبشيك. خش انا ابوك. ابوك هو اللي لبسها. مش عاجبني انا بكرهك يا اخي. انت ايه ما بتحسش يا عم شلونك والكلام الغريب اللي بتقوله ده؟ انا ما بفهموش. لا اعرف عراق ولا اعرف غير عراق. قشطه. العراق قال قتل عمدا المجني عليه. ابوك عايش وميت.